إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من ضواحي مدينة مونبولي الفرنسية من قنطرة الشيطان لو بون دو ديابل. كاينين بزاف ديال الشباب كيغامروا بحياتهم مشاهدي قناة شوف تي في وكيتلاحوا من أعلى هذه القنطرة هذه، فخليكم معنا جميعا مشاهدي قناة شوف تي في في هذه الأجواء صراحة الرائعة والرائعة جدا. إذن هاد الشباب هادو كما كتشوفو هنا كيديرو النوبة باش يتلاحو من أعلى مستوى. إذن غنوريوكم الضفة الأخرى أيضا. سعاد سلام من باريس، مرحبا بك. إذن شوفوا كيفاش هاد الشباب هادو كيغامروا بحياتهم وكيتلاحوا من أعلى مستوى، وكاين اللي كيتلاح من هاد البلاصة اللي أنا فيها أيضا. صراحة مناظر جميلة جدا، لكن هاد الشباب الله يهديهم بعض من الشباب كيتلاحوا من أعلى المستويات. مريم تحياتي. إذن هذه قنطرة الشيطان أو لو بون دو ديابل نواحي مدينة مونبولي الفرنسية. شنو سميت المكان من فضلك خويا؟ المكان سميتو لو بون دو ديابل او قنطرة الشيطان باللغة العربية. موسى البهلالي تحياتي لك اخي الكريم، تحية متبادلة. فالجو صراحة جميل بزاف كما كتشوفو هنا، كلشي كيستمتع، وهاد الشباب هادو كيلقاو المتعة يعني باش يتصوطاو من أعلى المستويات. انا بعدا ما نقدرش نتلاح من هاد البلايص هادو، فخليكم مستمتعين معنا بهاد الاجواء الرائعه مشاهدي قناه شوف تي في مباشره من نواحي مدينه مونبولي الفرنسيه وبالضبط من قنطره الشيطان او لو بون دو ديابل.
يعني كنشوفوا بعض الشباب صغار عندهم 14 عام او 15 عام حتى هما كيتلاحوا من اعلى المستويات. عبدال كازابلانكا ما طول هذا النهر صراحه ما عرفتش اخي الكريم الطول ديال هذا النهر هذا. اذا نعتذر على هذا الانقطاع هذا. كاينين بعض الشباب غيتلاحوا يعني من هذا المستوى هذا. نور الدين قال لك 2470 كيلومتر. الله اعلم اخي الكريم. زهير مامان تحياتي ليك، اجي حتى انت تنقز من هذه القنطره هذه. مشاهدي قناة شوف تي في مستمتعين بهذا الأجواء الرائعة والرائعة جدا. هادي فين هاد البلاصة نجي نعوم. مرحبا بك خويا. هذا لو بون دو ديابل أو قنطرة الشيطان مباشرة من ضواحي مدينة مونبولي الفرنسية. مشاهدي قناة شوف تي في ان بحال هاد الشباب هادو كيتلاحو من هاد البلاصة، يعني كاينة واحد المسافة ربما 30 متر ربما اكثر. مرحبا اخي زهير. خويا ياسين هادشي هدف ضواحي مدينة مونبولي الفرنسية. هاد البلاصة سميتها لو بون دو ديابل، تسمات بلو بون دو ديابل أو قنطرة الشيطان، لأن يعني تقريبا كل عام كيموتو بعض الشباب لي فلذلك سميت بقنطرة الشيطان. شكرا للحضور ديالكم مشاهدي قناة شوف تي في. دائما نفتخر بكم ونفتخر بجميع المشاهدين ديال قناة شوف تي في. رشيد حتاو اجي تعومت انت مع راسك، اجي تنقص انت بلينا مع هادو. فصراحة هذه البلاصة سميت بلو بون دو ديابل أو بقنطرة الشيطان لأن بزاف ديال الشباب كيموتوا هنا. شوفوا معنا هاد الشباب هادو. صراحة 30 متر أو 40 متر. Thank you.
اكيد فاحنا كنتواجدوا تقريبا بضواحي مدينه مونبولي اكد بعيده تقريبا ساعه ديال المكانه، ساعه ديال الطريق من هنا. مرحبا بكم جميعا مشاهدي قناه شوف تي في. إذن جافيت بان إلي مانيفيك، أهلا وسهلا. جافيت بالوان دو سو بو إلي مانيفيك، بيان سور إلي مانيفيك. شوفوا معنا الأجواء كي دايرة مشاهدي قناة شوف تي في، أجواء جميلة جدا. إذن نقز أش كتسنى؟ لا خويا زهير أنا غير خليني.